مس الخير عليكم. اليوم جيت باش نوري لكم لا بريباراسيون تاع لا سوب او بواسون ا ما فاصون اي لا بايلا اوسي ا ما فاصون. alors on va commencer avec la soupe de poisson. les ingrédients, moi j'ai choisi vous pouvez choisir الحوت اللي تحبوا, تخيروا الحوت اللي تحبوا, وانا نحب ندير دايما ريسان تاع لا كروفيت كي نحيهم نديرهم لداخل. فوالا هاي في القدره تاعي, كوكوطه تاعي درت الحوت ابوبري رطل تاع حوت مع شويه ريسان كروفيت. تقدروا تشرو هذاك الحوت سبيسيال بور لا سوب دو بواسون, انا ما نحبوش بزاف, نحب يكون حوت شباب. فوالا الحوت, عندنا الحشيش, عندنا الكرافس, عندنا شويه نعناع, عندنا طوماطيش مرحيه, عندنا زوج حبات زروديه, زوج حبات قرعه, حبه بصله, فلفل كحل, ملح, اي زيت الزيتون. انا نديرها بزيت الزيتون. هذه سي لا سوب دو بواسون. الوغ نعاودو الحوت ا فوتغ شوا, ريسان تاع لو كروفيت انا نحب نزيدهم لداخل ما نرميهمش, الحشيش, نعناع شويه, كرافس, طوماطيش مرحيه, تقدروا ما تلحوهاش تخلوها مقطعه, انا رحيتها, زوج حبات زروديه, زوج حبات قرعه, حبه بصل, فلفل الكحل والملح. هذه هي لا سوب دو بواسون. فوالا كيما راكو تشوفوا, درت الحوت تاعي كيما كان من تحت, زدت له زيت الزيتون, درت الكرافس, الحشيش والنعناع, قطعت الزروديه, قطعت القرعه, قطعت البصل, درت الطوماطيش تاع الحب, ودرت الفلفل الكحل وملح وزوج سنينات ثوم. دوك نديرهم فوق النار ان شاء الله يطيبوا. بوندون اون فا فيغ فوق النار, دوك نديرها تغلي ومن بعد تيك نمرقها بالماء تاعها. دوك نقليها شويه ونمرقها بالماء, نغلق عليها مده 10 دقائق. كيما راكو تشوفوا فيها راهي تتقلى, شعلت عليها النار راهي تتقلى, كلش راه مخلط. زدت لها شويه كركم كيما راكو تشوفوا, واللي يحب يدير زعفران يزيد لها شويه زعفران. دوك نزيد لها زوج حجرات تاع السكر, نحب نكوبي لاسيديتي تاع الطوماطيش توجور بالحجره تاع السكر. فوالا كيما راكو تشوفوا فيا راني نمرق, راني مرقتها كيما راكو تشوفوا, هاي تمرقت, راني مرقتها وين حبيت. دوك نغلق عليها, نخليها تبدا تغلي شويه, نغلق عليها بوندون 10 مينوت ابوبري, ونعاود نفتح عليها ونميكسيها, نوريكم كيفاش نرحيها. انا درنا الو سامحوني الو لا سوب دو بواسون درناها فوق النار في الكوكوطه, غلقت عليها 10 دقائق, ومن بعد تيك نفتحها ونوريكم كيفاش نرحيها. دوكا نوريكم كيفاش انا نحضر لا بايلا تاعي. فوالا سي ما فاصون دو فيغ لا بايلا. عندنا فلفل حلو حمر وصفر, ونحب ندير لي كولور فيه, نقطعهم هكذا اون لامال. فوالا الفلفل الحلو عندي الاصفر الاحمر, انا نحب ندير لي كولور, مقطعتهم هكذا بالطول. فوالا مقطعين, عندي بصل مقطع اون لامال, عندي ثوم, عندي طوماطيش مقطع اون بوتي دي, عندي دي بتي بوا, عندي ان ميلونج دو سيبيا اي دو فروي, سي دي ساك نشريهم كونجلي, سي ان ميلونج دو فروي دو مير فيه كلش, مع السيبيا شريتها فريشكا وقطعتها. فوالا عندي دي مول ودي بالورد, الى قدرتو تصيبوهم غير شويه شويه بوغ لا ديكور. عندنا دي كروفيت منقيين, وعندنا دي كروفيت هكذايا اللي نديكوري بهم, هادو يجوا لداخل ودي يجوا نديكوري بهم. عندنا الزيت, فلفل الكحل, ايبيس بايلا تاع شوميشه اللي تري بون, والملح. الوغ وعندنا الروز, فوالا لو ري هذا هو. و لا بوا لا بايلا تاعي ها هي, انا جايبتها معايا من ليترونجي, هذه هي لا بوا لا بايلا. فوالا كاع لي زانغغيديون, دوك نوري لكم طريقه التحضير. كيما راكم تشوفوا معايا انا درت الفلفل الحلو, البصل اون لامال, الحوت الحلو كوف لي كات كولور, ثوم مقطع رونديلات, والبصل ها هو مع شويه زيت. هنقلي هادو, نفوت نبدا نقلي هادو, ومن بعد نزيد نكمل ندير لي زانغغيديون الاخرين. كيما راكم تشوفوا معايا زدت
لي ميلونج هذاك تاعي تاع السيبيا وتاع لي فوي دو مير اللي كانوا عندي لا ميلونج شفتهم فوالا خليهم يتقلاو مليح. فوالا لا كوكوت تاعنا راهي قفلنا عليها وخليناها دوك حتى طيب لا سوب لا بايلا. فوالا نقليو مليح الفلفل والبصل وهاد لي زانغريديون عملتهم في السيبيا شويه دي شويه طيب شويه بلوس كو لا كريفيت صادير نخلو هاد الميلونج يتقلى مليح نزيدو لا طوماط هنا مازال ما درتني ملح ني فلفل الكحل ني غيان باش نتفاهمو ونخليهم يتقلاو شويه مليح دوك نغطيهم بخطيوه ونخليهم يتقلاو باش يهبط كلش كيما راكو تشوفو الميلونج تاعي او بدا الفلفل داب الفلفل الحلو والاحمر والاصفر اللي درتو لي كولور هذوك مع البصل ودرت السيبيا مع الميلونج تاع لي فروي دو مير فوالا اي زدت درت دوكا لا كروفيت هاي من الفوق درت لي بيس تاع بايلا شوميشه فلفل الكحل ملح دوك جو في ميلونجي كلش ومن بعد نزيد لهم الجلبانه ها الوغ هاو الخليط تاعي تاع لابايلا لاباز تاعي تاع لابايلا هادي لابايلا سي ا ما فاصون باش نتفاهمو انا نحب لابايلا فيها غير الحوت ما نحبش فيها الدجاج والاخر هادي سبيسيال حوت هاي الكوكوطه تاعنا بدات تصفر تاع لاسوب درت الميلونج تاعي كيما وريت لكم قاعيتيك انا واش ندير نوجد هذا دوك نزيد نمرقو شويه برك نخلي فيه ما باسكو الطوماطي شي تلقت والحوت يتلق معاه نخلي والبصل يتلق تانيك درت لي زيبيس تاعي الريحه تشهي دوك نخلي هذا يطيب نص طياب ونطفي عليه صافي دير نوجدو مقبل باش يكونوا قريب حنا نتعشاو ولا حنا ناكلوها تما وين ندير لو ري نزيدو صافي دير دوكاتيك نخليه يطيب نص طياب هذا الميلونج تاعي ونطفي عليه نوجدو سي اون بري كويسون دي شوز نخليه كي يكون قريب حنحط ماكلتي وطبلتي واش ندير نحكم نعاود نشعل على الميلونج نحكم شحال حابه ندير هنايا انا حندير زوج كيسان تاع رز نديرهم وما نخلطش بزاف ومن بعد نوري لكم باش ما يهبطش تحت ما يلصقش زوج كيسان رز صافي ندير 3 كيسان ونص تاع ماء هذه هي في لابايلا تاعي ولا حتى ربع كيسان ونخلي الخليط تاعي صافي داك الوقت كي ندير الرز نغطيه نخليه يطيب كي يطيب ندير الرز ونعاود نشعل عليها ونحرج من الفوق بالليمون لي بالورد ولا كروفيت اللي خليتها اونتيغ نديرها من الفوق هذيك لي طاب دوك نوريها لكم مي دوكاتيك انا وريت لكم كيفاش ندير انا نخلي هذه نص طياب نطفي عليها قريب يجوني الضياف ولا قريب حنحط ماكلتي تما وين ندير الرز دوك نكمل ونكمل لكم الطريقه الو كيما راكو تشوفوا هادو ليمول راكو تشوفوا فيهم مفتوحين وهادو هما لي بالورد كوكياج وهذه كروفيت كروفيت خضراء راهي مي لي مول ولي بالورد كيما شريتهم البارح درت لهم درت قدره تاع ماء فيها الملح بدات تغلي رميت فيها لي مول خليتهم حتى تحلو صافي دي راهم طايبين تانيك بريسكا ولي بالورد كيف كيف صفيت لي مول خليتهم يبردوا زدت درت هادوما في الماء والملح صفيتهم مليح من هاي نحي لي كاع هذاك واش فيهم لي سالتي منها ينطيبوا لي نص طياب باسكو ديروا مليح في بالكم هادو نديكوريو بهم ولا كروفيت تكمل الطيب كي نديرها من الفوق تكمل الطيب مع مع الرز فهمتوني صافي غانا ليمون ولي بالورد نديرهم دون دو لو سالي يغلي ا ايبوليسيون نغليهم ونديرهم لداخل يغليو يتفتحوا باش اللي ملاح يتفتحوا على بالكم ماشي ملاح يقعدوا مغلوقين ترموهم ما تحقوهمش وتصفوهم تشلوهم مليح باش يتنحى كاع هذوك لي غيزيدو وديروهم في باطا وتوجدوهم دوك حنايا نحرجو بهم الفوق فوالا لو ميلونج تاعي تاع بايلا راهو ديجا واجد دوك انا نطفي عليه نص طياب ومن بعد كي قريب يجوني الضياف نعاود نشعل عليه باش ندير له الرز فوالا كيما راكو تشوفوا سي ميلونج انا نحب هاد لي كولور نحب هاد لي ميلونج نحب سي اون بايلا ا ما فاصون سي اون تري بون بايلا لي كاع يقولوا لي بنينه تعجبهم اني با ترو كومبليكي طيب بالخف هكذا اي فوالا على حسب المقدور على حسب واش يكون عندك اللي يحب يدير لها الدجاج يدير لها اللي يحب يدير لها اللحم ولا الرنب ولا اخر يدير لها انا نحبها بالحوت اي بوكو بلوس نحبها بالسيبيا والكروفيت فوالا
الوغ ها هي لا سوب تاعنا طابت كيما راكو تشوفوا. غلقنا عليها دوكاتيك نحكموا نجوزوها فلامولينات قبل ومن بعد هذيك نجوزوها بالبغا. دوك انايا هذه نحكم هكذا نحكم حوت وخضره كيما راكو تشوفوا نحط هنا ونبدا نجوز بلامولينات تاعي. ومن بعد كي نرحيها كاع هذيك نجوزها فلامولينات نجوز لها ندير لها غير فتا طوماطيش كونسونطري نجوز لها البغا ونعاود ندير لها شويه لي زيبيس ونديرها شويه تغلي. فوالا هكذا كيما راكو تشوفوا نديرو هنا بغيت نجوزوها. علاش نجوزوها في لامولينات؟ نجوزوها في لامولينات باش يتنحى لنا كاع داك الشوك وداك وهذوك الواش يسموه وتترحى لنا صافي. جاب لامولينات تصفي لنا تنحي لنا داك القشور الشوك كلش. هنا فوالا كيما راكو تشوفوا هنا في لامولينات راني نرحي راني نرفد ونرحي ودوك نوري لكم كيفاش تولي لا سوب. فوالا كيما راكم تشوفوا هاني رحيتها لا سوب تاعي وزدت لها 3 كويير دو طوماط كونسونطري وعاود درت لها شويه لي زيبيس. فوالا هذه هي لا سوب دو بواسون تاعي. اي فوالا لا سوب. فوالا فوالا لا سوب هذا هو لو روندي تاعنا.